اتسرق؟ اترفض؟ مش معقول. مش معقول ايه؟ اللي حصل ده هو اللي معقول؟ يا ما قلت المشاكل والخلافات الشخصية لازم نبعد عن الشغل عشان ما تأثرش عليه، لكن مفيش فايدة. كانت النتيجة ايه؟ المشروع راح من الشركة. الرسم اتسرق ازاي؟ اتسرق منين؟ من الهيئة. يعني نفذ تهديده. اللي هو مين؟ اخويا علي النصال. انا مش عارف، انا ما بقتش عارف حاجه، مش عارف. بس لازم اعرف، لازم اوصل له، لازم الاقيه، لازم لازم. ياسري اهدى يا ياسري. مش ممكن، مش ممكن، انا لازم الاقيه، لازم الاقيه ياسري. الموضوع كل ما ده وبيزيد. الولد النصاب ده حجنن يسري. نصاب ايه بس يا بابا؟ قطعا هو اخوه علي، ما يعملش كده غيره. انا عارفاه، قعدت معاه ودرسته، نظرته كلها خبص. حتى لنفرض انه اخوه، بيعمل معاه كده ليه؟ عايز يحطمه، هو اللي قال لي كده. طب ليه؟ ولا انا عارفه حاجه. المايه يا زوق. انت عارف حاجه من البتاعه دي؟ اه، دي خريطه كنز. انت بتهرج. انا عارف الاخ علي جايب البتاعه دي ليه، وهيعمل بيها ايه، ومهتم بيها كده ليه. وانت مالك؟ ايوه، اصل نفسي اعرف ايه دي. مالكش دعوه. مش هتقعد شويه يا سعلي؟ لا. ليه بس؟ مش فاضي. هترجع تاني؟ اه، عندي 3 مهندسين
منهم يسري اللي يعتبر من أكفأ مهندسين البلد، ومع ذلك شركته ما تاخدش المسابقة. اللي حصل بقى يا أمين؟ إنما قول لي يا أمين، مين اللي كسب المسابقة؟ مفيش حد، ده أنا قلبت الدنيا ووقفت ظهور النتيجة. إزاي؟ الرسم اتسرق منين؟ من الهيئة. هم اللي مسؤولين عنه، من المحتمل كمان يكون الموضوع متعمد عشان المشروع يضيع من الشركة، فبلغت البوليس. بلغت؟ طلبت العقيد علاء بسيوني مفتش مباحث المنطقة وبلغته باللي حصل. أنا فوجئت لما وصلنا للي قلته لسيادتك دلوقتي. أيوة بس ده شيء غريب فعلا. معقول؟ معقول إن نفس الحرامي اللي سرق خزنة بيتي وخزنة الشركة هو برضو اللي سرق الرسم الهيئة؟ هو أمين بيه، أصار رجله العرجة لقيناها برضو في الهيئة وجنب الدولاب اللي سرق منه الرسم. أيوة بس ده شيء غير طبيعي ويدل على إن الحرامي ده فعلا قصد المهندس يسري. تقصد سيادتك جواب التهديد اللي وصل ليسري من اللي بيدعي إن أخوه؟ أيوة. إن شاء الله نوصل لحل أمور القضية دي وكل حاجة حبان في وقتها. ربنا يوفقكم يا ابني. أستأذن أنا بقى. مع السلامة يا أمين بيه. اديني ملف الحرامي العربي. حاضر. اتفضل. شيء عجيب اللي بيحصل ليسري والناس اللي معاه. قضيه غريبه من نوعها فندم. على العموم انا هدرس ملف القضيه من الاول تاني ونشوف خطه بحثنا في الحادثه الجديده دي هتبتدي منين عشان نوصل للحرامي ده. انت غاوي تعذبني ليه بس؟ انا ايوه ليه؟ لازم تقدر شعور الناس اللي بتحب وترحمهم بقى. مطلوب مني ايه؟ بلاش تيجي هنا تاني. ده يريحك؟ عايز انساك. هتقدري؟ بطل اللي كانت فاكره انها عمرها ما هتحب وحبت تقدر برضو تنساك. بس ارجوك تساعدني، بلاش تيجي هنا تاني. هاجي. حرام عليك. ليه؟ هتعذبني. ويمكن اريحك. اللي يريحني انك ما تجيش هنا تاني. يا خساره. خساره ايه؟ كنت جاي وناوي. ناوي على ايه؟ اصارحك. بايه؟ باللي كاتمه في قلبي. علي عايز تقول ايه؟ كلامك عن الحب والتسامح أثر فيا، فتح عناية للخير وفتح قلبي للحب. حب؟ انت بتقول حب؟ ايوه يا بطل، حبك. انا؟ ايوه انت يا بطل. انا حبيتك وعايز اتجوزك. علي إنسان لغز كبير، العقل نفسه هو موهبة الاختيار بين البدائل. هل الإنسان مخير أم مسير؟ الاختلافات في المجموعة الإنسانية اختلافات هائلة. الجلد جهاز استشعار وإحساس. هل في ذاتية للمخلوقات دي؟ كل ما الحياة ترقت ظهرت فيها الأنا. الإنسان حر مكلف مسؤول، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
العلم والإيمان، السبت 11 مساء على قناة ذكريات. الدقة في الوقت، فكروا ما تستعجلوا في الإجابة 30 ثانية. ما الشيء الذي من السهولة أن تدخل فيه ولكن من الصعوبة أن تخرج منه؟ الكتاب. الكتاب وإجابة صحيحة وعشر درجات. أنتوا بكالوريوسات ما شاء الله عليكم في علوم، رقم 33. إيش اسمك؟ محمد رندري. طيب مبروك يا محمد، مبروك. ما هو الشيء الذي يفقد قيمته إذا تحرك به اللسان؟ ما في إجابة؟ في العراق. آخر كلام. آخر كلام. 300 وإجابة صحيحة 10 درجات. الدقة في الوقت، الأحد 11 مساء على قناة ذكريات. إذا سلمنا من غرونيان فسنعيش أكثر من 400 عام إثر رحلة طويلة ممتعة عبر العالم. هل أنت متأكد من أنه لم يتبعنا أحد؟ نعم يا سيدي. هيا نبدأ التجربة. الكبار يخفون عنا أشياء كثيرة. شهد رجل مشبوه يحوم حول البيت منذ أيام. عملي هو السرقة، فأنا لص موهوب. ليس هناك شيء يستحق السرقة في القرية، فإن المخلوقات الفضائية هي التي هبطت في هذه الغابة. أنا واثقة أن مهندا لن ينجح في دخول الغابة. أعتقد أنهم سيرسلون فرقة إنقاذ للبحث عنه. عندما رجعت من البلدة لم أجد البيانو في البيت، وكنا نعتقد أنهم لن يكتشفوا الأمر. يا ليتني لم أتي لهنا. أرجوك عود يا ميمي. ميمي الصغيرة، يوميا 4:30 مساء على قناة ذكريات. ذكريات وأهداف، حماس وشغف، مباريات عشنا فيها لحظات مشوقة. وجري إيش حمدان وفرد بيقول إيش حمدان وجري قول حطه بقول وقول وبعيد شوت في المرمى قول. رحلة مثيرة في عالم الكرة السعودية. داخل منطقة، داخل مرمى، في الأرض، بقول وقف الجول. ذكريات كروية، الجمعة 1 مساء على قناة ذكريات. انطلاقة رهيبة من الزاوية، إبداع رائع. إذا ما سقط لليمين فليسقط إلى الشمال. شقلبة خلفية بانطلاقة رائعة جدا، مسك الذراعين من الخلف وانطلاقة. المصارعة الحرة، الثلاثاء 11 مساء على قناة ذكريات. يسري ومش ممكن حيكون غير يسري. يا بنتي حرام عليك نفسك، ايه بس اللي دخلك في دوامة يسري والمشاكل اللي حواليه؟ حضرتك ما ربيتنيش على كده يا بابا، انا تعلمت منك ان اكون جنب الانسان اللي محتاجي. ايك عندها حق يا دكتور مسرور، يسري محتاج لها دلوقتي اكتر من الاول، وكمان هي بتحب. يا جماعة فهموني كويس، انا اب ودي بنتي الوحيدة ولازم اخاف عليها. مش من يسري، يسري إنسان كويس، الظروف الغريبة اللي حوالينا كلنا هي اللي مأثرة فيه. طيب نأجل الخطوبة اللي بعد يومين دي لقدام شوية. لا يا بابا، الخطوبة هتتم وفي ميعادها. ثم إيه اللي بيحصل ده؟ يسري ملوش ذنب فيه. فعلا، ونسيبنا بقى من الموضوع ده. تعرفين مين اللي سرق الرسم؟ مين؟ الحرامي لارج اللي سرقنا قبل كده. حضرتك بتقول ايه؟ اللي سرق الرسم طلع هو نفسه الحرامي الأعرج اللي سرق الخزن قبل كده. مش معقول، معنى كده ان علي اخو يسري هو نفسه الحرامي ده؟ ازاي؟
ازاي يا ايه؟ عادي ده قهرك. يبقى علي المزيف ده هو الحرامي الاعرج اللي بينتحل شخصيه اخو يسري اللي مات. مش ممكن يكون نصاب عادي. انا مع ايات في رايها، واحتمال كبير جدا انه اخو يسري عايش وموجود. لا، اخو يسري مات، والدته قالت لنا كده. ايوه، والدته كمان قالت على الصوره اللي شافتها انها صوره ابنها علي. حاجه واحده بس تثبت اذا كان الولد ده نصاب ولا اخو يسري اللي ما ماتش. ايه هي؟ تروح ليسري وتتاكدوا منه إذا كان أخوه علي ده كان أعرج ولا لأ؟ لا، دي بقت حكاية. حكايتي إيه؟ حكاية الحب اللي نزل عليك فجأة كده البط. فيها إيه؟ تنوع على إيه؟ الجواز. عشان توصل لإيه؟ لتحطيمه. مش فاهم. بعدين هتفهم. بس حرام عليك بطة، دي بتحبك. من هتجوزها؟ بس انا شايف انك بتستغل حبها ليك وجوازك منها، باين قوي انك هتستخدمه في الأذية. تعبس. وبعدين حسب، بس عايز اعرف العشاء جاه. خش هات الصحون من جوه يا دعس. حاضر يا زوق. اتفضل. نويتوا امتى ان شاء الله؟ سعالي هو اللي يقول. يعني خطوبه ولا كاتب كتاب؟ لا، كاتب كتاب على طول. لا، قصدي يعني كاتب كتاب وبعدين الفرح. لا يوه، ما كنا كويسين. خطوبه. طب امتى؟ الخميس اللي جاي. يعني بعد بكرة؟ مبروك. مبروك ليكوا انتوا الاتنين. الو، انا العقيد علاء بسيوني. ادينا نبطشي الارشيف. ايوه نبطشي، ابعت لي كارت المدو علي خضير من المسجلين في سرقة الخزائن. ايه يا فندم؟ فاتت علينا حاجة. فاكر كشف المسجلين في سرقة الخزن اللي جبته؟ ايوه. فاكر ان كان فيهم واحد عرج؟ ايوه، ومات من 10 سنين. ده بقى اللي خلانا مركزناش عليه، لان لو كنا خدنا بالنا كنا هنلاقي اسمه علي خضير واعرج. واللي بندور عليه واللي سرق قبل كده كان اعرج. ايوه، وحكايه اخو يسري خضير اللي ظهر واسمه علي. هاي دي الامور هتوضح. ايه؟ ابدا، دي هتتعقد اكتر. ادخل. كارت علي خضير يا فندم. طب اتفضل انت. شبهه بالظبط، وهو ده اللي ظهر لآيات وظهر قبل كده الكمان، وهو ده اللي في الصورة مع آيات وفي نفس الوقت أعرج. يبقى هو ده الحرامي اللي بندور عليه. معنى كده إنه ما ماتش؟
واحتمال كبير يكون هو ده اخو يسري. الو، صباح الخير يا ايات. ايوه، مش عارف اتاخرت في النوم كده ليه. طيب حالا هلبسه. أخويا يسري، أنا رجعت لك رسمك اللي اتسرق من الهيئة. آسف، قصدي اللي أنا سرقته من الهيئة، وحفضل أضغط عليك لغاية ما حطمك. أخوك علي. لا لا، مش ممكن. لا لا لا، مش ممكن. إزاي؟ أنت مين؟ اظهر بس. مفيش اي تغيير رغم مرور 10 سنين تقريبا بين الصورتين. قصدي سعادتك تقول مفيش تغيير في الشكل رغم مرور المدة دي. ما
معقول الانسان شكله ما يتغيرش في 10 سنين؟ في ناس الزمن ما بيغيرش قوي في شكله. ده احتمال ضعيف. الاحتمال الاقوى انه لازم يحصل تغيير، وبكده يبقى علي ده مش علي اللي في الصوره التانية، يعني مش اخو يسري. دي تعقدت اكتر. مش قلت لك؟ فلوس المخدرات بتخسر عمرك اذا ما دفعت. ابونا بيضيعنا، ريال كبر وقام يخرف. في واحد يشيل ابوه علشان شويه فلوس؟ الحلال هذا حلالنا احنا. انت يا بنت رابع، ان اللي بيتقدم لخطبتك لازم يكون من مستوانا. فقري مو عيب. عيب وستين عيب. واد يا فيصل متزوج؟ مستحيل. تسلم لي يا ربوحتي يا بعد جفدي. ردوا لي قلبي. أين الشهود؟ لحظة. عندما تشتعل الثلوج يوميا 5:30 مساء على قناة ذكريات. أعرفكم الآن بألمع طالب في كلية الآداب، أكرم محمود، كاتب قصة قصيرة من الطراز الأول. كن حذرا من الكاتبة المسرحية هالة جابر ومقالبها. لابد أن يمر بحياتك رجل ينتزع من نفسك مركب النقص هذا. سنرى من يروض الآخر وينتصر عليه. الشائعة ستنتشر كالنار في الهشيم. قد أترك البلد وأرحل. كل الناس يعرفون ذلك ما عدا الزوج المخدوع. إنه شرير ولا يتورع عن أذيتك. سأقتل ذلك الوقت. الشائعة يوميا 6:30 مساء على قناة ذكريات. أبطالنا نفخر بهم. أنا فرد أستطيع أن أصنع كل شيء. لجنة الحاسوب. اللي يستعمل طريقة برايب خاص بالمكوفين يصبح مثل أي الناس، يعني لا فرق بيننا وبين الآخرين. الفارق هو أنكم ترون وأنا لا أرى. سوف نقوم بكل ما من شأنه الارتقاء وتطوير هذا العمل الرائع. الخطوط السعودية سوف تتواصل بتقديم هذه الخدمات المميزة لذوي الإعاقات الخاصة من المكفوفين والصم والبكم وأصحاب الإعاقات الشديدة والخاصة. الأطفال وإدارة المدارس كلها بحاجة إلى برامج توعية. وقطعوا لي رجلي. تحت من عمارة. ارفع علم أجمل علم، اثبت لهم إن المعارة النور والأمل يوميا 8:30 مساء على قناة ذكريات. الله ينصر جيش ابن سعود في كل مكان حتى يعم الأمان وخلصنا من اللي يحاربون الله ورسوله. يبي يوحد ديار نجد. أنا وربعي بنصير إن شاء الله مثل الذيابة وما نخاف إلا من اللي يخلق. هيا يا جماعة، إياك تقول آه أو تصرخ إذا تألم. أنجل يا رب. ادفن الألم بقلبك، مهما تأديت لا تصرخ. لا يا ربي، خليه يحرق بقلبك ولا تصرخ. التحول العظيم يوميا 9 مساء على قناة ذكريات. Thank you.
أحسن يكون حصل له حاجة. يظهر إنه خرج. أنا خايفة. طب هنعمل إيه؟ مش هنقدر نكسر الباب. ومش ممكن نمشي ونسيبه. هي السماعة كانت مرفوعة؟ أيوه. طب اسمعي بقى، احنا ننزل نضرب تليفون من تحت، إذا السكة كانت مشغولة نطلع ونكسر الباب، إذا الجرس ضرب يبقى هو اللي حط السماعة بإيده ويبقى تطمني لأنه يبقى خرج. كمان اللي حصل حصل وخلاص. انا عايزك من دلوقتي تاخد بالك من شغلك وتطلع على كل جديد. المسابقه دي عدت مننا، المسابقات الجايه كتير. يا فندم انا كنت معلق امال كبيره قوي على نجاحي انا وايات في المشروع ده. على فكره بكره خطوبه ايات على يسري. طبعا انت عارف ان الجواز اسمه ونصيب. انت معزوم بكره ان شاء الله. بعد اذن سيادتك يا فندم. اتفضل. مبروك يا عيال. انا عزمت كمال بكره على خطوبتك انت ويسر. ياسري ما جاش؟ لا. ايه مالك؟ مش لاقيه، كنت بكلم معاه في التليفون وفجأة سكت. سكت؟ تليفون؟ ايه اللي حصل؟ كارثة، مصيبة. يا ساتر، ليه؟ خطوبة ياسري على ايات بكرة. طب وايه يعني؟ تجننت؟ يعني لا اكسب المسابقة ولا اتجوز ايات؟ ضحك عليا. هو مين؟ علي اخوه قال لي هتكسب المسابقه واختفى. لازم يظهر، لازم. وعايزه ليه؟ لازم يعمل حاجه علشان يوقف المصيبه بتاعت بكره. الخطوبه دي لازم ما تتمش. انا لازم امشي. رايح العلاء؟ ايوه يا فندم، اصل بابا منتظرني تحت. ليكي حق، هو ممكن يكون هناك، لازم يعرف كل حاجه. علاء كمان لازم يتحرك بسرعة. أنا كمان هتحرك، لازم أوصل لعلي ده. فعل في إيده كل السر. أنا منتظر منك تليفون. مع السلامة. يا خسارة، كان في إيدي. فعلا خسارة، كانت الأمور كلها هتوضح. معلش ميسيرو حيوقع. انا اول مرة اشوف اخ يعمل في اخوه كده. علي مش اخو يسري. انا متأكدة انه اخوه. انا اثبتلك بالصور. ولا انا شعوري بيقول غير كده خالص. ثم ما تنساش ان انا الوحيدة اللي قابلته. لا مش انت لوحدك، كمال قبله هو اخر. فعلا. انت كلمته في الموضوع ده؟ لا ومش هكلمه دلوقتي. طيب انا همشي بقى كده. بس انا مش مطمنه ابدا على يسري، مش عارفه راح فين. يمكن راح مشوار كده ولا حاجه. انا هبقى اتصل بيه. متشكره قوي، من فضلك خليه يتصل بيا في البيت او يعدي عليا. على فكره انت معزوم بكره. على ايه؟ على خطوبتي انا ويسري. الف مبروك. على خيبتك. ليه بقى؟ رسمك وحش. انت وعدتني ان اكسب وسرقت رسمه عشان تكسب. ورسمي اترفض. خايب.
على العموم المسابقة كلها توقفت. فرصة تانية؟ لا، الفرصة هتروح مني بكرة. قصدك ايه؟ آيات ويسري بكرة خطوبتهم؟ يعني عارف، مش حتى مش مصدق. براحتك، يعني قدامي فرصة تانية؟ وحساعدك. في ايه؟ في جوازك من آيات. هتاخد عربية دلوقتي وتطلع على اليوم، تلحق مكتب الصحة هناك وتكشف عن وفاة علي خضير من 10 سنين. عايز اعرف سبب الوفاة. فعلا مفيدة اول خطوة دي يا فندم. انا عندي اقتراح. ايه هو؟ وانا هناك بالمرة كده هعمل شوية تحريات عن يسري واخوه. بيتهم لسه في البلد ووالدته فيه. مش عايز حد يعرف ان البوليس بيتحرى عنها. زي ما تشوف سعادتك يا فندم. مبروك مبروك عرايس. مبروك مبروك يا علي. العريس هيوصل بكرة الساعة كام عشان نجهز المزيكا؟ لازم اعمل لكم زفة ما حصلتش. مش عايزين دوشة. حاضر يا زوق. جايلك. انا ما عنديش اجيب شبكه. شبكتي فرحتك بيا زي ما انا فرحانه بيك. بس يا خسار مش باين عليك. ليه؟ زي ما يكون في حاجه شغلاك. ايه اللي شاغل بالك يا علو؟ ولا حاجه، انا ماشي. يسري بيه موجود؟ لا يا بيه، خارج. امتى؟ من ساعة كده. متشكر. انت شفته بنفسك؟ ايوه بيه. ليه بس مش عايزه تيجي معايا؟ معلش يا ابني، اعفيني انا المره دي. يعني معقول برضو تبقى امي موجوده وما تحضرش خطوبتي؟ ان شاء الله هحضر الليله الكبيره، يمكن اكون بقيت احسن شويه. يا امي ما انت كويسه اهو. ابدا يا ابني، ده بيتهيألك اللي انا فيه اعلام بربنا ومحدش حاسس بيه غيري. الا قول لي يا يسري، عملتوا ايه في موضوع اخوك علي؟ موضوع؟ قصدك ايه؟ اقصد لقيته علي. هنلاقيه فين يا ماما بس؟ ما انتوا يا ابني اللي جبتولي صورته ووريتوها لي وادتوني الامل انه يمكن يكون عايش. يا ماما الكلام ده مش معقول، ما تشغليش دماغك بيه. يعني قصدك ان علي اخوك؟ ايوه، ومش ممكن ابدا يكون غير كده. يا ريته كان غير كده، يا ريته كان غير كده. على الاقل كنت ممكن برضو اشوفه في يوم من الايام، لكن كان خساره. وبعدين بقى انا جاي اخدك تحضري خطوبتي عشان تفرحي ولا هنقلبها محزنه؟ لا ابدا، كان نفسي افرح بعلي وبعدين افرح بيك، وكانت تبقى فرحتي فرحتين. يعني انا مش مهم تفرحي بيا،
عشان كده انت مش عايزه تيجي معايا. لا ابدا يا حبيبي ابدا. مين قال كده؟ دي يمكن فرحتي بيك هي اللي مخلياني مستحمله. ادخل. ها عملت ايه في مكتب الصحه؟ جبت سبب الوفاه؟ علي خضير ما ماتش.